تحياتي واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من سيلفي مدريدي اللي بتجيكم مني انا محمد عواد بالتعاون مع مجموعه ار ام فور ارب في تويتر ويوتيوب. حلقتنا اليوم تيجي بعد تعثر ملكي ما شعرنا انه ممكن يصير الا باخر 10 دقائق من الدقيقه الاولى واحنا بنحكي الجول حيجي ممكن يجي، لكن فجاه لما المباراه قربت من النهايه عرفنا انه الوقت خلص والريال ما فاز. مباراه كانت عم تيجي بعد الفوز بالكلاسيكو وخساره برشلونه اليوم وتعثر اشبيليا اليوم وتعثر اتلتيكو مدريد في الجوله الماضيه، يعني كل شيء كان بيقول لانشلوتي الثلاث نقاط هي اهم شيء اليوم، بس بنفس الوقت كان في شيء اخر بيقول لانشلوتي انتبه عندك كل 3 ايام مباراه، وهذا الشيء خلاه في حيره، هل افكر بالثلاث نقاط اليوم ولا افكر باني احافظ على طاقتي في المباريات لحتى 6/11 بحيث انه اليوم مباراه في ملعبي بحاول العب باستراتيجيتين، اغير شويه لاعبين وايضا اطلب من اللاعبين يلعبوا باقل مجهود ممكن. فشفنا 4-3-3 مع وجود كاماڤينغا على حساب مودريتش، عوده كارڤاخال للتشكيل الاساسي وأسينسيو بيبدا بدل رودريجو. ومع بدايه المباراه اعتقد جميعنا شعر انه اليوم ذاهبين للقاء بيشبه لقاءات زيدان اللي كان دائما يعمل فيها مباريات منتصف الاسبوع، يحاول يخليها باقل مجهود ويفوز بينتظر خطأ الخصم وبيستغل افضليه دكته عاده على الخصم. بس اليوم المباراه كان مش ابدا مفترض تكون سهله، لانه أوساسونا فريق بعيش فتره جيده هذا الموسم، محقق 18 نقطه كان من 10 مباريات، صحيح تلقى اهداف كثير في الموسم لكنه ايضا سجل اهداف كثير خلال الموسم، ورغم انه كان لحتى لحظه اليوم ما واجه الا فالنسيا وفياريال من الكبار التقليديين في اسبانيا، الا انه كان فريق عم بيلعب مباريات جيدة وبحقق نتائج جيدة، وهذا خلاه يدخل اللقاء عنده ثقة بنفسه، ما عنده خوف، ما عنده تردد، عنده استعداد يحاول يطلع بنتيجة كويسة مع ريال مدريد في ملعبه. لكن الريال بالغ في مسألة عدم الاستنزاف، فشفنا حركية محدودة، لاعبين معظمهم ما عم بيتحركوا بشكل يفتح مجالات لبعض، فكنا مثلا نشوف الأظهرة بينجبروا دائما يلعبوا عرضيات بعيدة لأنهم حتى مش قادرين يبحثوا عن الجناح اللي قريب منهم، لاعبين الوسط محدودي الحركة، ما عندهم أي نوع من المغامرة على الكرة، دائما من لمسه بيطلعوا الكرة. هذا كله خلى الريال في الشوط الأول يهدد مرتين، مرة من تسديدة ميليتاو ومرة من تسديدة جونيور. والشوط الثاني توقعنا ريال مدريد يدخل بشكل أفضل، استيقظ ريال مدريد ومسك المباراة بشكل حازم بعد عارضة أوساسونا، لأنه فهم أنه الموضوع ممكن يروح على أسوأ، لكن رغم ذلك ما تم خلق الفرص الكافية للفوز. ولما تيجي تطلع ليش صار هيك؟ مش بس لانه لعيبه ريال مدريد دخلوا بمزاج غلط او بذهنيه غلط اللي هي ذهنيه خلينا نفوز ب1-0 اليوم، لانه مش دائما تقدر تضمن هذه العقليه، لكن كان في شيء اخر تكتيكي جدا ومهم جدا لعب فيه أوساسونا. أوساسونا كان عم بيتحول بالدفاع ل 5-4-1، هو بيلعب 5-3-2، كان عم بيتحول ل 5-4-1، واحد من الاربعه مكلف تماما بانه بنزيما ما تجيه اي كره من لاعب خط الوسط، والثلاثه الثانيين بيحاولوا يعملوا تفوق عددي على الاثنين من ريال مدريد عادة بقدموا، اللي هم كانوا المفروض كامافينغا وتوني كروز، فبالتالي صار عندهم سيطرة على العمق. هذه السيطرة اللي على العمق ومنع التواصل مع بنزيما، إما إنها عزلت بنزيما من جهة أو كانت حتجبر بنزيما يروح كثير على الأطراف، يا يسار يا يمين، وهون بتصير منطقة الجزاء فاضية وبصيروا مرتاحين. والشيء الثاني هذا عطل كثير قدرة ريال مدريد على تغيير اتجاه اللعب، وهي واحدة من نقاط قوته. ما شفنا ريال مدريد بكرته المعتاده اللي بتكون عند ظهير بتروح لكروس بتروح للظهير الثاني، ما كان قادر ريال مدريد يتواصل بهذا الشكل. أوساسونا بسيطرته على هذه المنطقه بالعمق في خط الوسط عزل كثير ريال مدريد بشكل ممتاز، انضباطه تفوقه بال1-1 في هذه المواجهات ايضا ساعده يطلع الامور عنده بشكل جيد. ومن المسائل اللي ظهرت اليوم انه الاعتماد على جونيور لازم ما يصير اعتماد مفرط، لانه ببساطه اليوم شفنا الفريق عم بميل تماما للجهه اليسرى، جهه جونيور، ربما لانه كارفخال أسينسيو كانوا بالشوط الاول ايضا مش بالمستوى، لكن لا في اعتماديه مفرطه اصبح على الجهه اليسرى، على ثنائيه بنزيما جونيور مع بعض على الجهه اليسرى، لكن هذا لازم يكون يصاحبه جهه على اليمين تحاول تستفيد من الانشغال والضغط اللي بصير على اليسار، اللي عم بصير في اخر مباراتين حتى الكلاسيكو، انه الجهه اليمنى مش عم بتكون جبهة مستفيدة من الفوضى اللي بتصير على اليسار في جهة جونيور لما يميل له بنزيما. هذه نقطة ضعف واضحة. أيضا شغلة أخرى المراهنة جدا على جونيور، واضح اللاعب لياقيا حتى الآن مش عم بيقدر يلعب 90 دقيقة بشكل ممتاز، مش عم بيقدر يوزع جهده على 90 دقيقة، شفناه بالكلاسيكو آخر الدقائق بيعمل دروب، واليوم أيضا بيعمل انخفاض بالمستوى بآخر الدقائق وحتى فقدان التركيز. هاي مسألة خبرة، يعرف كيف يوزع جهده عشان يلعب 90 دقيقة، فما يستعجل ريال مدريد ويرمي كل شيء على جونيور، لأنه يبدو محتاج كمان شوية وقت رغم الثقة المطلقة بجودته، بقدرته انه يكون هو الحل، لانه عم بصنع وعم براوغ وعم بسدد وعم بمرر بشكل ممتاز. ربما هي ايضا مباراة بتوريك انه كامافينجا على المستوى الذهني، على مستوى الشجاعة، على مستوى الثقة بالنفس، لسه مش جاهز 100% يبدا مباراة لريال مدريد 90 دقيقة تكون حاسمة، فيها شوية ضغوط، فيها خصم صعب، اللاعب عنده جودة، اللاعب عنده كواليتي، وممكن بعد سنة يصير لاعب اساسي في ريال مدريد. لكن مباراة زي اليوم كان مطلوب منه يقدم اكثر، مطلوب منه يسلم كرة ويبادر اكثر، شفناه عم بيخجل، ما عم بيقوم بهذا الدور في ظل هذه الصعوبة اللي واجهها. طبيعي جدا الآن حنشوف اللاعب بهذا العمر يوم بيقدم فوق ويوم بيقدم تحت، ما في ناشئ ببلش مستقر أول سنة سنتين في مسيرته. المهم تختار له المباريات اللي بلشها عشان تبني له الثقة بشكل صحيح. طبعا اخراجه كان لانه معه بطاقه صفراء، ولانه حب يعني انشلوتي يحط اسينسيو بالعمق وينزل رودريجو على الطرف على امل انه يقدر يخلق وسط هجومي يقدر يوصل الكره لبنزيما، وايضا هذا فشل. ثم كانت الفكره الاخرى اللي هي فكره انا بعتبر انشلوتي كان فيها شجاع ويعني حاسم وصارم، انه بيسحب الاظهره وبينزل ظهيرين، لانه كان واضح المشكله مندي ولا كارڤاخال عم بعطوا الامداد الهجومي الجيد. مارسيلو نزل وبصراحه باربع خمس كرات شعرنا بوجود جهه يسرى هجوميه للفريق عبر الظهير، لانه مندي ما كان عم بيقدر يعمل هذه الكرات والعرضيات، بغض النظر انه ضيع فرصه امام المرمى، لكنه عمل حراك. فاسكس ما حسينا بنفس تاثيره، لكن ايضا كان فيه هنا بالتحول اللي صار بالثلاث تبديلات فاسكس مارسيلو وهازارد ل 4-2-3-1 كان في مشكله وحيده خذلت انشيلوتي اللي هو هازارد. هازارد اللي ما شعرنا بوجوده، ما شعرنا بحركيته، ما شعرنا برغبته انه يكون جزء من الحدث، وبالتالي فكره التحول ل 4-2-3-1 انجاز التعبير فشلت، لانه الجزء الاساسي فيها ما قدر يتحرك بالشكل المطلوب منه، ما طلب اللعب بالشكل المطلوب منه. على كل حال في مسألة لازم أذكرها بخصوص كريم بنزيما اللي الجمهور المدريدي مؤمن تماما وبيطلب تماما يعطوه الكرة الذهبية، وهذا حقهم. لكن في شغلة أنا بلشت اليوم أفكر فيها، مباراة برشلونة اللاعب شوي تحسها نزل شوي، مباراة اليوم كمان بتحس بدنيا نازل شوي. طبعا شوف التعليقات بتقول لك بفكر بالجائزة والكلام هذا، ما أعتقد أبدا. أعتقد اللي حصل هذا 5 سنين إله برتاح في الإجازات الدولية والتوقف الدولي ومتعود عليها، فجأة رجع للمنتخب، فجأة ما عاد عنده توقف دولي، ما عاد عنده إجازة دولية، وهون ممكن بهذا العمر جسمه مش متعود، ممكن يبلش يدخل بحالات إرهاق، فلازم تبلش تريحه بشكل جيد عشان تعرف تواكب مسألة إنه صار يلعب جولات دولية، ما عاد عنده توقف دولي اللي كان يرتاح فيه بالماضي، والآن صار يلعب. فأنا عندي خشية على إرهاق بنزيما بشكل أكبر من الموسم الماضي، مع التقدم بالعمر حيكون اكبر واكبر. وفي شيء لاحظناه جميعنا اليوم عم بيعملوه الانديه المتوسطه او الصغيره لما يحسوا حالهم قربوا على النتيجه باخر ربع ساعه، في الماضي كانوا كلهم يتراجعوا 11 لاعب، الان بلشنا نلاحظ انه على راس الربع ساعه الاخيره، مش كلها يعني، على اول دقيقتين ثلاثه دائما بتحاول هذه الفرق تتقدم للامام، بتحاول تشتري وقت، بتحاول تشتت الخصم الكبير، بتحاول تتجرأ عليه دقيقتين ثلاثه. عملها فاليكانو، عملها أوساسونا، وصارت كثير هذا الموسم. ما عادوا انه يلا نرجع ضلت ربع ساعه الله يستر، لا صاروا يحاولوا يطلعوا، لانهم صاروا يفهموا انه دقيقه طلوعهم ممكن فيها 3 دقائق لعب تروح بدون ما يكون عليهم خطر. هذا الشيء عم بتغير في الكره الاسبانيه اللي دائما بتقدر تعطينا افكار جديده نتعلم منها. نوصل هون لنهايه هاي الحلقه، كنت معكم انا محمد عواد، موجود فيسبوك تويتر انستغرام، وضروري جدا تتابعوني على سيلفي سبورت في اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمه الله.